تشييع جنازة الفنان المصري القدير الراحل أحمد خليل وسط انهيار تام من أهله وأسرته ونجوم الوسط الفني. شيع جثمان الفنان الراحل أحمد خليل لمسواه الأخير من مسجد الشرطة بالشيخ زايد لمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر، وحرص عدد من النجوم على تشييع الجثمان، وأقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الفنان أحمد خليل والتي أقيمت بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والذي توفي اليوم عن عمر ناهز 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وحضر لتأدية صلاة الجنازة كل من الفنان أشرف زكي، والفنان شريف سلامة، والفنان الشاب حازم إيهاب، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من عائلة الفنان أحمد خليل، فضلا عن بعض أصدقائه وأصدقاء شقيقه رجل الأعمال مدحت خليل. وغاب نجوم الوسط الفني عن جنازة الفنان الراحل، ولم يحضر سوى الفنان شريف سلامة والفنان حازم إيهاب والفنان أشرف زكي. وشيعت منذ قليل جنازة الفنان الراحل أحمد خليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد لمسواه الأخير بمدافن العائلة، وسط انهيار تام من ابنته الوحيدة والتي سقطت مخشيا عليها في الجنازة، وذلك بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر بحضور عدد من أفراد أسرته وبعض الأصدقاء فقط، وغياب تام من نجوم الفن. ونعى عدد من نجوم الفن الفنان أحمد خليل الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. جاء على رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، حيث نشر صورة الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستغرام، وعلق عليها قائلا: البقاء لله وداعا أيها العملاق. وودعته الفنانة نهال عنبر قائلة: وداعا الفنان المحترم الراقي جوكر التمثيل الصديق الغالي البرنس أحمد خليل، هتوحشنا يا عظيم لكن مش هتغلى على اللي خلقك، ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويغفر لك ويثبتك عند السؤال. وطالبت متابعيها بالدعاء له قائلة: نرجو قراءة الفاتحة والدعاء للفنان القدير أحمد خليل. وغردت الفنانة المصرية يسرى عبر حسابها على تويتر قائلة: إن لله وإنا إليه راجعون، فقدنا اليوم رمز كبير من أغلى وأنقى وأحب الناس لقلبي، حبيب الفنان الكبير والقدير أحمد خليل، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزويه الصبر والسنوان. وكتب النجم أحمد صلاح حسني قائلا: وداعا الفنان الكبير أحمد خليل، إنسان وفنان جميل ومحترم، تشرفت بالعمل معه في مسلسل الفتوة، في الجنة إن شاء الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النجم فتحي عبد الوهاب: ألف رحمة ونور يا أستاذ. وكتبت النجمة نور: رحم الله الفنان الكبير أحمد خليل وخالص العزاء لأسرته ومحبيه. وأشادت الفنانة منى فضالي بأخلاقه قائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، الفنان القدير والأب أحمد خليل في ذمة الله، ربنا يرحمك برحمته، كنت دائما فنان على خلق. فيما توجهت النجمة سيمون بالدعاء له بالرحمة عبر حسابها على انستغرام قائلة: البقاء لله الفنان أحمد خليل، الله يرحمه يا رب. وودعه الفنان المصري نبيل الحلفاوي قائلا: لم نتواصل منذ سنوات طويلة، لكنه كان في فترة الشباب ضمن شلة قهوة علي بابا مساء وأحيانا لا بأس صباحا، كان أحد برنسات الوسط الفني، لطيف المعشر، هادي الطباع، إلى جانب حضوره الفني اللافت في كل شخصية يؤديها. رحم الله الفنان الكبير أحمد خليل وخالص العزاء لأسرته وللساحة الفنية. وكتبت فضالي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام: لا حول ولا قوة إلا بالله، الفنان
الفنان القدير والأب أحمد خليل في ذمة الله، ربنا يرحمك برحمته، كنت دائما فنان على خلق. وحرص النجم شريف سلامة على نعي الفنان القدير أحمد خليل، ونشر الفنان شريف سلامة صورة نعي الراحل أحمد خليل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وعلق عليها قائلا: وداعا الفنان أحمد خليل، لا يستطيع لساني التعبير عن الحزن الكبير، خبر صادم. وتابع الفنان شريف سلامة: حزين، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كان أبي وأخي وصديقي، تعجز الكلمات للتعبير عن شخصك العظيم، وداعا أبي وصديقي إلى جنة الرحمن بإذن الله. وكان الفنان أحمد خليل طلب من طبيبه الخاص أن يسمح له بالهاتف معه كي يقرأ القرآن عليه أثناء تواجده في المستشفى، ولكن بعد تدهور حالته تم منع الهاتف عنه نهائيا، حيث أكد أحد المقربين منه أن الأطباء كانوا قد وضعوه على ماسك سبام فقط للتنفس، ولكن حالته تدهورت كثيرا وقلت نسبة الأكسجين عليه ل60% فقط، فقرر الأطباء وضعه على جهاز التنفس الصناعي. وكان الفنان أحمد خليل يطمئن ابنته الوحيدة عليه قبل تدهور حالته بوقت قليل، وبعدها تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم. وشيع عدد قليل من النجوم جثمان الفنان الراحل أحمد خليل لمسواه الأخير من مسجد الشرطة بأكتوبر لمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.